حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.